طبعا القسم الشعبي يعاني من قله الامكانيات، والقسم الشعبي طبعا القسم يوجد به عدد 7 وحدات تابعه له، وبالقوه العموميه طبعا 120 عضو من ضباط صف داخل القسم الشعبي. طبعا القسم الرئيسي في منطقه ادراك الشاطئ، طبعا اخر وحده تتبع القسم تبعد عن منطقه وادي الشاطئ منطقه سدن 120 كيلو متر. نعم. وطبعا قمت بجولات عديده بعد تكليفي من سياده رئيس الهيئه، رئيس الهيئه السلام الوطنيه العميد محمد مختار. قمت بجوله تقودية لجميع الوحدات التابعات للقسم، وهن 7 وحدات. طبعا الوحدة الزوية لا يوجد لديها مقر، وسيارة المطاطي غير صالحة للاستعمال، ممكن من 1990 غير صالحة للاستعمال السيارة باضطراب القانوني مساحة هاشة. وطبعا عندنا قسم، عندنا الهيئه الوطنيه حي السلام في منطقه المشاشيه، يوجد لدينا قرار من رئيس الهيئه وزاره الداخليه بان انشاء وحده، لكن لا حياه لمن تنادي، لا يوجد حبر على الورق بامانه والله. طبعا عندنا مرس وحده البرده، يوجد سياره غير صالحه للاستعمال حتى هي نهائيا. عندنا وحده محروبه، طبعا يوجد سيارة غير صالحة للاستعمال، لا يوجد لديهم مقر نهائيا. وعندنا وحدة المطار أبراك المدني، عندنا وحدة سيارة محترقة والمقر محترق في صيانة. قسم الشاطئ حتى هو يا أخي الكريم يعاني من قلة الإمكانيات. الفترة الماضية كما ذكرت يا أخي الفاضل في أحد المنازل المواطنين انحرق، وما قدر ما شفنا استعفوه بان احنا سيارة غير صالح للاستعمال. طبعا عندنا برجن ما ذكرناهاش، طبعا عندهم سياره صالحه، هذا فضل من عميد بلديه الادري العميد ابراهيم الغول.